مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم كوره على الهادي. حضرات الجماهير العظيمه في كل مكان، اعزائي المشاهدين، رفعت الجلسه وقطع الطريق على الكثير من المنتفعين والحاقدين. شكرا للاسطوره محمود الخطيب اللي قدر انه يخرج من كل الازمات. شكرا لجمهور النادي الاهلي اللي ساند ودعم، وقف قصاد الحرب الشرسه اللي تعرض ليها النادي الاهلي. الاهلي هيلعب بالسوبر المصري السعودي قصاد اتحاد جده يوم 27 نوفمبر، بعد ما الكابتن محمود الخطيب وجه رساله لكل من حاول افساد العلاقه بين السعوديه والاهلي وساعد في اشعال نار الفتنه عشان يحقق مكاسب شخصيه. والحقيقه بالرغم من انتقادي الدائم لتصرفات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه السعوديه، لكن بكل امانه زاد جدا في نظري بعد تلقيه خبر مشاركه الاهلي في السوبر المصري السعودي بكل سعاده وترحاب وعزمه على حضور المباراه عشان يسدل الستار نهائيا عن الخلاف بين النادي الاهلي والمستشار تركي آل الشيخ، والحاقدون والمنتفعون يمتنعون. لكن بالرغم من انتهاء اي خلاف بين الاهلي وتركي آل الشيخ، لازم جماهير النادي الاهلي تشعر فعلا بانتهاء الخلاف، لازم تحس بده ولازم تشوف حسن النية، وكل اللي فات لازم يتمسح باستيكة وتتفتح صفحة بيضة من اول وجديد، وبالمواقف اللي جاية كل شيء هيبان، والحكم اكيد في العلاقة الجديدة هيكون للجماهير. عموما عايز اروح للكابتن محمود الخطيب، واللي زي ما كان اسطورة كروية اثبت انه كمان اسطورة في الادارة، لانه قدر يخرج من كل الازمات والمشكلات اللي تعرض ليها النادي الاهلي. قدر يعوض النادي الاهلي بشركه ملابس عالميه بعد فسخ التعاقد مع سبورتا. قدر انه يقود مفاوضات النادي الاهلي مع برزنتيشن بذكاء كبير جدا، وياخد كمان مبلغ رعايه فوق القيمه السابقه لشركه صله السعوديه. الخطيب اثبت انه قائد وقدر يتصدى لكل المواقف الصعبه وخرج من كل مشكله بنجاح وانتصار، والاجمل كمان انه بيعمل هو مجلسه في صمت، بيبقى اسطوره اداريه بكل ما تعني الكلمه، وبيسير على نهج عظماء الاهلي في الاداره زي جعفر والي والفريق مرتجي وصالح سليم وحسن حمدي واساطير النادي الاهلي العظماء. تحيه كبيره للكابتن الخطيب اللي تحامل على نفسه وعلى صحته علشان مصلحه النادي الاهلي، وعلى فكره ربنا نصره عشان نيته مخلصه، وربنا كرمه بعقد رعايه محترم وشركه ملابس عالميه. وخلينا بقى نروح لعقد رعايه الاهلي، واللي طبعا كان في ردود افعال غريبه جدا لمجرد ان شركه برزنتيشن اصبحت الشركه الراعيه للنادي الاهلي. ومحمد كامل رئيس الشركه نال انتقادات كتيره جدا عشان عبر عن سعادته وبس دماغ الخطيب وهتف مع الحاضرين اغنيه النادي الاهلي، وحتى الكرافطه الحمراء اللي كان لابسها ضايقت ناس كتير جدا للاسف. والموضوع هنا مش عارف مضايق رئيس الزمالك ليه، طبيعي جدا. يعني طبيعي جدا ان عقد رعايه النادي الاهلي اعلى ماليا من الزمالك، وده على فكره من وقت ما دخلت فكره رعايه الشركات للانديه في مصر لحد النهارده، والاهلي الاعلى ماليا من الزمالك، والسبب ان الاهلي بيحصل على بطولات كتيرة جدا سواء محليا او قاريا، واكتر بكتير جدا من البطولات اللي بيحصل عليها الزمالك، تقريبا مفيش وجه مقارنة. ده لو الناس يعني بتهاجم عشان متضايقة من القيمة الكبيرة اللي هيحصل عليها النادي الاهلي، لكن لو الناس متضايقة من ردود افعال محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، خلينا نقول انها ردود افعال طبيعية لاي شركة بتفكر في البيزنس والاستثمار. عايز ازاي محمد كامل ما يكونش سعيد وشركته أصبحت الشركة الراعية لنادي القرن في أفريقيا والأكبر الأندية في الوطن العربي، متضايق ليه بسبب الكرافطة الحمراء؟ بروتوكول طبيعي، يعني الراجل موجود في مقر النادي الأهلي ويوقع على عقود رعاية الأهلي، فمن المنطقي إنه يرتدي كرافطة حمراء. وعلى فكرة أنا أعرف رئيس نادي كان ضيف في إحدى القنوات الفضائية ارتدى شعار نادي منافس، وأنا بتكلم بقى عن رئيس نادي مش رئيس شركة عبر عن سعادته بتعاقده مع أكبر نادي في أفريقيا. كمان عايز أروح برضو نقطة تانية، أنا مش فاهم إزاي صحفي كبير زي الأستاذ علي السيسي، من المفترض إنه كان رئيس القسم الرياضي في جريدة كبيرة ومحترمة زي جريدة المصري اليوم، ينقل خبر مزيف وصورة مفبركة لمحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن. أستاذ علي بيتهم طبعا محمد كامل اتهام صريح زي ما احنا شايفين، اتهام صريح ان هو كان شارك في الشغب بعد مباراة قيمة اسوان والنادي الاهلي، مع ان اصل المباراة كانت بالليل والصورة هنا بالنهار.
فهل ما كانش محمد كامل مثلا فاضي ليلتها فراح ادى دوره في الشغب تاني يوم وخلص ذمته قدام رابطه الارترس؟ كمان المباراه كانت في استاد القاهره، والصوره يعني على ما يبدو قدامنا ان هي كانت قريبه جدا من فندق الماريوت، فهل مثلا فندق الماريوت انتقل لمحيط استاد القاهره من غير ما نعرف مثلا؟ يا استاذ علي، حضرتك مفترض صحفي، حب الزمالك كيفما تشاء واكره الاهلي كيفما تشاء، لكن تذكر القسم اللي اديته لما تنقل اي معلومه او خبر للناس. هروح لمباراه الاهلي المهمه قصاد الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا، واللي هتقام بحضور جماهير ان شاء الله 50,000 مشجع. اتمنى ان يكون في تسهيل في دخول الجماهير للمدرجات، وان المعاناه الكبيره اللي بتشوفها الجماهير في اي مباراه تقام على ملعب برج العرب تختفي في اليوم ده. الاهلي فعلا في حاجه الى جماهيره، لان المباراه دي هي اصعب مواجهه للنادي الاهلي في خلال الموسم الحالي، خصوصا ان الاهلي مطالب بتحقيق فوز مريح باكبر عدد من الاهداف عشان يسهل مهمته في لقاء العوده برادس، وان شاء الله الاهلي يقدر. بس لازم نفتكر ان كلمه السر في انتصارات النادي الاهلي هي جماهيره. كمان كان نفسي بجد المصري البورسعيدي يتاهل للدور النهائي للبطوله الكونفدراليه. المصري باقل الامكانيات قدر انه يتاهل للدور نصف النهائي، وده على فكره يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للاعيب المصري وجهازهم الفني بقياده التوام حسام وبريم حسن، ويحسب لمجلس الاداره وجماهير بورسعيد اللي ساندت النادي المصري. وبجد المصري كان خير ممثل للكره المصريه في البطوله الكونفدراليه، وقدم اللي عليه وزياده كمان. طبعا يعني كنا واعدين حضراتكم في الحلقات السابقه ان احنا هنلقي ضوء على مراكز الشباب، وانا الصراحه عندي معاناه كبيره جدا. يمكن اهالي مركز الباجور في مركز شباب فيشه الصغرى بعتوا لي بعض الفيديوهات وبعض الصور لهذا المركز، ولقيت ماساه. هو المركز عباره اصلا مش مركز، يعني لو استاذ وليد والاستاذه رضوى عرضت لنا المركز شباب فيشه على الشاشه هنشوف حاجه فظيعه جدا. المركز ده مشكلته ان تم تخصيص دعم مالي قدره او ما اعرفش قدره بالظبط، يعني كان عام 2010 تمام، عشان خاطر يتم توفير ميزانيه لبناء المبنى الاداري. للاسف ادي الصور معانا اهي، للاسف الصور، وللاسف الدعم المالي لبناء المبنى الاداري اتسرق، واصبح الامور صعبه جدا زي ما انتم شايفين. اللي انتم شايفينه ده مركز شباب، ده مش خرابه يعني، للاسف ده مركز شباب. من المفروض ان ايه، ان المركز الشباب ده لممارسه النشاط الرياضي، وكمان يكون فيه اهتمام بالنشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي، كل الكلام ده مش موجود في مركز شباب فيشه الصغرى. يعني شايفين اهو، ده يعتبر المفروض ده ملعب، انا شايف كده عرضه تقريبا دي او مش عارف، زي ما انتم شايفين اهو، ده المفروض ده ملعب لممارسه كره القدم اهو. ده طبعا احنا بنناشد طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، طبعا عامل مجهودات كبيره جدا، لكن نتمنى ان هو يهتم بقى بباقي مراكز الشباب. زي ما انتم شايفين اهو القمامه في كل حته، مش عارفين ده مركز شباب ولا ايه بالظبط، وادي شايفين ده ميه صرف ولا ايه مش فاهم. يعني شايفين الوضع صعب، الوضع صعب جدا في مركز الشباب فيشة الصغرى. عشان بس ما حدش يقول لنا ان احنا بنجيب السلبيات بس، لا انا برضو في نقطه مضيئه، يعني في كل حلقه كده حاول هنجيب مركز شباب عنده مشكله، وهنجيب برضو مركز شباب نقطة مضيئة وإيجابي جدا، عشان خاطر يبقى احنا جبنا الأبيض والأسود. مركز شباب بجام بالأليوبية هو فعلا نقطة مضيئة جدا وواجهة مشرقة جدا في محافظة الأليوبية. مركز شباب جام لو برضو اتعرضت قدامنا الصور، مركز شباب جام والمجلس الحالي اللي تولى المسؤولية من وقت قصير جدا استلم هذا المركز من العدم، ما كانش فيه أي نشاط رياضي، ما كانش فيه أي فرق رياضية، ما كانش فيه ألعاب رياضية. النهارده زي ما احنا شايفين في الملعب هو في براعم، في ناشئين، في فريق شباب، بيتم تجهيز فريق أول إن شاء الله بداية من الموسم القادم، يعني حاجة بجد واجهة مشرفة. عايز أقول لكم بس يعني المبلغ، سوري، المجلس الجديد ده لسه متولي المسؤولية
في وقت قصير جدا. رئيس مجلس الاداره طبعا المهندس سمير كامل يوسف، امين الصندوق كابتن محمد الخولي، في اعضاء تحت السن محمد حنفي ابو سريع ومحمد عادل فهمي واسامه عبد الخالق واحمد محمد ودعاء عبد الله، وطبعا كابتن جمال حنفي هو المدير التنفيذي للمركز ده، غير برضو الاكاديميات والمشرف على الكوره. يعني عايز اقول كابتن مدحت عبد العزيز طبعا نجمنا الحكم الدولي طبعا السابق رئيس جهاز الكره، كمان في كابتن عاطف حنفي وتامر لطفي وايهاب عواد ومحمد جوده، يعني اسماء محترمه جدا، والكابتن عمر مصطفى. كل الناس دول كان لهم دور ايجابي كبير جدا في تطوير مركز شباب بجام. وكمان هخص بالذكر يعني الكابتن عمرو جلال المدير الفني الاكاديميه والبراعم، زي ما انتم شايفين ادي الاكاديميات وادي البراعم، المدير الفني عمرو جلال حاجه ما شاء الله يعني. وانا بقول لكم اسماء برضو خلي بالكم مارست كره القدم، مارست الرياضه، لما نيجي نتكلم مثلا عن محمد الخولي وعمرو جلال، دي ناس كانت بتخوف كل الفرق كره القدم في القليوبيه، ناس ما شاء الله عليهم يعني، دول يعني نجوم نجوم في محافظه القليوبيه، واجهه مشرفه جدا لمركز شباب بجام. وبالمناسبه يعني عمرو جلال كمان هو مدرب مساعد في فريق اهل، فريق اهل اللي هو يعني فاز في الجوله الاولى في القسم الرابع على مستورد بنتيجه 2-0 في الجوله الاولى. عايز اقول لكم بيضم فريق اهل جهاز فني برضو محترم جدا، كابتن مدحت فتوح لاعب نادي انبي والترسانه السابق، ومدرب عنده عقليه كبيره جدا في كره القدم وعنده فكر رهيب جدا في كره القدم ما شاء الله عليه. عمرو جلال برضو في تجربه مميزه ليه كمدرب عام في فريق صلاح عرفه مدرب مساعد، احمد مبارك مدرب حراس مرمى، والمشرف على الكره الكابتن حسن جوده، ومدير الكره محمد رزق، ورئيس النادي طبعا نادي اها الاستاذ عباس الشيخ. يعني زي ما انا قلت لكم حاجه ما شاء الله عليها، مركز شباب بجام واجهه طبعا مشرقه في محافظه القليوبيه، زي ما انتم شايفين حتى مبنى اجتماعي على اعلى مستوى، وشايفين طبعا الملعب جميل جدا، وشايفين البراعم والناشئين وفريق الشباب، حاجه بجد تدعو للفخر كده. يعني زي ما احنا برضو قلنا بنجيب السلبيات برضو بنجيب الايجابيات، وفي نفس الوقت بنناشد الدكتور اشرف صبحي طبعا بتوفير ميزانيه بقى، لان عايزين تطوير. لما نشوف مركز في حاجه زي كده وبيبداوا ان هو يطوروا ويعملوا انشطه في العاب رياضيه مختلفه، فاكيد طبعا محتاجين ان يكون ليهم برضو بعض الدعم كده عشان خاطر يقدروا يطوروا اكتر، ويكون في الاهتمام بالانشطه والالعاب طبعا الرياضيه اكتر واكتر. من ضمن برضو الايجابيات يعني احنا برنامج كرة على الهادي حاب ان هو برضو يلقي الضوء على دوري المدارس، ونروح من المدارس ونشوف قد ايه دوري المدارس يكون في نشاط في المدارس وفي العاب رياضيه مختلفه في المدارس. فروحنا مدرسه الامام الخاصه بقريه ام خنان بوسنا محافظه المنوفيه، شفنا دوري المدارس وشفنا كمان المنافسه ما بين الطلاب، وشفنا قد ايه المدرسه بتهتم بكل الالعاب الرياضيه، وده اللي نتمنى نشوفه في كل المدارس اللي موجودة في مصر، بحيث ان احنا برضو المدارس على فكرة ممكن تكون وسيلة كبيرة جدا ووسيلة مهمة جدا لاكتشاف المواهب، ممكن من خلال دوري المدارس على فكرة لو اهتمنا بيه كل سنة يطلع لنا 10 زي محمد صلاح في كل لعبة مختلفة بقى، لو اهتمنا بكرة القدم وبقية الالعاب، بقية الالعاب الرياضية سواء بقى طايرة يد سباحة كل الالعاب وكل الانشطة الرياضية. احنا عملنا تقرير عن دوري المدارس في مدرسة الإيمان الخاصة بقرية أم خنان بقوسنا محافظة المنوفية، نروح نشوف التقرير ونرجع نتواصل معاكم في كرة على الهادي. احنا في مدارس الإيمان مميزين بالأنشطة، عندنا أكاديمية الإيمان لكرة القدم، أكاديمية الإيمان للكاراتيه، عندنا سباحة، عندنا جمباز، عندنا كل ألعاب القوى، عندنا كرة يد، عندنا كرة طايرة. فالأنشطة ديت الرياضية في أنشطة ثقافية كتير، عندنا طبعا طلبة متفوقين جدا في الرسم، طلبة متفوقين في التصوير، طلبة متفوقين في الشعر وفي الإنشاد الديني، فكل الأنشطة الحمد لله احنا مهتمين بها بجانب العلم الحمد لله. ده أملي، وده احنا
بنسعى ليه وبنعمله ان احنا نطلع مواهب زي محمد صلاح، زي مواهب زي في جميع الالعاب اللي عندي بطلع منها مواهب وبنقدمها لمصر دي ان شاء الله. الهدف من الدوري ان احنا بنقول للطالب انت مش بتمارس الرياضه عشان تاخد الكاس، احنا بنمارس الرياضه تهذيب للنفوس قبل ما يكون احراز للكؤوس. عاملين منافسات مع بعضنا هنا ان شاء الله، وبنعمل فرق جماعيه مع بعض، فرق باسكت بول وهاند بول وفولي بول في المدرسه ان شاء الله، وباذن الله نحقق بيها برضه مراكز ان شاء الله، نطلع على مستوى الاداره وباذن الله نطلع على مستوى الجمهوريه باذن الله. الدوري عندنا السنه دي احنا عاملين نظام طريقه خروج المغلوب من مرتين، احنا كل مره كان ممكن نكون بنطلع المغلوب من اول مره، بس السنه دي لا خالص، احنا قلنا لا الفرقه تلعب مرتين وثلاثه بحيث انها ايه يبقى عندها وقت انها تنافس، ونطلع من الفرق كلها احسن لعيبه اللي عندنا. ده بالنسبه لطريقه تنظيم الدوري. الفايده منه ان انا هقدر انتقي افضل اللعيبه في المدرسه للمشاركه في البطولات اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله. دكتور جمال موفر لنا كل حاجه، وفي اكاديميه هنا في المدرسه الكل بيروحها بيعلمونا كل حاجه فيها الحمد لله. والصراحه دوري جميل للمستر اسلام، بنشكره ان هو بيدي فرصه للفريق لو خسر ان هو يلعب كمان مره، عشان اللي بيخسر فرقتين اللي هو بيخسر مرتين عادي يلعب كمان مره يطلع خلاص، لكن لو خسر مره يلعب كمان مره عادي بقى وخلاص. كره القدم هي احلى حاجه عندي، وعندنا مستر اسلام كان هو اللي بيساعدنا وكان بياخدنا في حصه الالعاب يدربنا. صراحه حلوه ومقوي الجسم. صراحه مدرسه بتاعتنا مدرسه يعني على اعلى مستوى، كل حاجه متوفره لنا، كوره، لعب، اي انشطه، يعني ما فيش حاجه احنا بنطلبها ما بنلاقيهاش. مستر جمال عبده، مستر محمد عبده، يعني كل حاجه متوفره لنا. لكم مره ثانيه نتواصل في كوره على الهادي. معايا تليفون الكابتن معتز اينو نجم النادي الاهلي السابق واحد طبعا مدربي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن معتز. الخير حماد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، وحشنا كتير والله. وانت اكثر، ربنا يخليك. الله يكرمك دايما ان شاء الله، دايما كل اول. الله يكرمك، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليك. كنا بنتكلم في البدايه عن مواجهه النادي الاهلي ان شاء الله في لقائه امام اتحاد جده في السوبر المصري السعودي. شايف ازاي قرار النادي الاهلي بالمشاركه في مباراه السوبر المصري السعودي يا كابتنين؟ اكيد ما فيش شك طبعا، قرار يعني صائب، والنادي الاهلي ما بياخدش اي قرارات غير لما بتكون في محلها، وبغض النظر عن اي حاجه قبل كده او مشاكل او كده، لكن العلاقات دايما بين مصر والسعوديه او النادي الاهلي والانديه السعوديه عامه بتكون على اكمل وجه. المجلس لما بيعتمد او بياخد قرار اكيد ده بيبقى بعد دراسه جيده، وفي الاول وفي الاخر بيكون مصلحه النادي الاهلي فوق كل شيء ومصلحه الفريق، فانا شايف ان ده قرار في محله. اكيد طبعا ده كمان حتى قطع يعني الطريق على كل من حاول اشعال الفتنه في الفتره اللي فاتت. لا خالص، بغض النظر عن المشاكل او كده، النادي الاهلي اكبر من اي مشاكل، النادي الاهلي اكبر من اي حد، واي حد يتمنى اللي هو يتعامل مع النادي الاهلي. عمر ما النادي الاهلي بيخش في يعني في مشاكل او في مزايدات او لا، احنا يعني النادي الاهلي كبير وهيفضل طول عمره كبير، ودايما بيبص يعني ما بيبصش لاي مغادرات، لا ده انا دايما ببص لمصلحه فرقتي وببص لبطولاتي، وانا عندي جمهور دايما عايز اسعده، فبغض النظر عن اي مشاكل لا، في المقام الاول بيبص لمصلحته. اكيد طبعا. طب النادي الاهلي عنده مباراه غدا ان شاء الله امام الوصل الاماراتي في البطوله العربيه، شايفها ازاي يا كابتن اينو؟ طبعا النادي الاهلي يعني الفتره دي مضغوط جدا، افريقيا بيطلع من افريقيا بيخش على بطوله عربيه، بعد بطوله عربيه زي ما انت بتقول رايح السعوديه سوبر، يعني وكل ده وعنده مباراه لسه في الدوري. سوبر مصر السعوديه هيكونها في القاهره ان شاء الله يوم 27 نوفمبر ان شاء الله. هو عنده 2/11 مباراته مع الترجي في ذهاب دور النهائي لدوري ابطال افريقيا. ده لازم ان شاء الله الواحد يكون موجود بقى. اكيد طبعا. انا شايف ان النادي الاهلي طبعا كلها بطولات مهمه بالنسبه للنادي، والنادي الاهلي زي ما بقول لك بيلعب على المركز الاول وعايز يفرح بجمهوره. اتمنى له التوفيق بكره ان شاء الله، وتكون مباراه قويه، واهم حاجه تطلع بدون اصابات عشان النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه الفتره دي، عشان مضغوط زي ما بقول لك في كذا بطوله. اكيد. وعنده مباراه الجمعه في على الترجي، فاعتقد ان الناس كلها لازم تكون موجوده ان شاء الله. اتمنى لهم التوفيق ويعملوا نتيجه ايجابيه يفرحوا بيها الجمهور. على ذكر بقى الاصابات، يعني لو حضرتك مكان كارترون هتلعب بالاساسيين في مباراه غدا ان شاء الله يوم الاحد
عشان خاطر يبقى يعني تلعب للسين ولا البدلاء، عشان عندك مباراه يوم الاحد امام الوصل الاماراتي ومباراه يوم الجمعه امام الترجي التونسي. اصل عايز اقول لك على حاجه، دي بطوله ودي بطوله. برضه انا مش عايز ادي بطوله افريقيا اكثر اهميه من البطوله العربيه، لا ما دي بطوله ودي بطوله، ودي محسوبه عليا كمدير فني ودي محسوبه عليا كمدير فني. انا لازم برضه بلعب بالقوه الضرب هنا وبلعب بالقوه الضرب هنا. وبعدين انا مش بحاجه لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، طالما انا موجود في النادي الاهلي يبقى ال 30 لعيب او ال 28 لعيب او ايا كان العدد كلهم بيكونوا موجودين. اكيد عشان طبعا. انت لو مش لعيب كويس انت مش هتخش النادي الاهلي او النادي الاهلي مش هيشتغل. بالظبط بالظبط. انا مش مع حته لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، اي 11 بيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي انت بتلعب باسم النادي الاهلي. انا بقى مين او انا احتياطي او سأل. انا مش بحب الكلمه دي، فاهم؟ اكيد. لكن في الاول وفي الاخر احنا بنتمنى التوفيق لاي 11 بيلعبوا ان شاء الله. وكلهم لما اي 11 بيلعبوا، لما ما بيتقالش فلان كسب او فلان خسر، يقولوا النادي الاهلي كسب او النادي الاهلي خسر. انا بتمنى لاي حد ايا كان مين هو يلعب النادي الاهلي بكره يكسب ان شاء الله، ونفس الموضوع يوم الجمعه ان شاء الله يكسب. بتمنى لهم التوفيق دايما ان شاء الله. كل الشكر والتقدير ليك كابتن اينو على هذه المداخله وهذا التوضيح. شكرا كابتن معتز ابنك من النادي الاهلي السابق. نروح بقى لاخبارنا النهارده. عايز اقول لكم بس نبدا باخبار المنتخب الوطني، مهم جدا ان احنا نبدا باخبار المنتخب الوطني لان احنا عندنا معلومه مؤكده ان شاء الله وليد سليمان نجم النادي الاهلي هينضم في معسكر المنتخب القادم قبل مواجهه تونس والامارات. خلاص يعني اجري قرر كده ان هم يضم وليد سليمان بعد استمرار تالقه. وليد سليمان اثبت ان تالقه مش مجرد حاله، لا وليد سليمان السنه دي الموسم ده غير مادي بشكل مهم جدا. العمر بالنسبه له مجرد رقم. يمكن لما جينا سالنا الجهاز الفني عن عدم ضم وليد سليمان في الفتره اللي فاتت قالوا اصل احنا بنحاول نبني فريق جديد، بنحاول نعتمد على اعمار سنيه صغيره. لكن بالطريقه دي وليد سليمان بعد استمرار تألقه هيكون مفيد جدا للمنتخب رغم ان هو عنده 33 سنه، بس الصراحه وليد سليمان زي ما قلت لكم اثبت ان العمر مجرد رقم. كمان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده المكسيكي اجيري قرر منح جنش محمود جنش حارس مرمى الزمالك فرصه المشاركه اساسيا في احدى اللقاءين القادمين للمنتخب الوطني. انتوا عارفين منتخب مصر هيلعب يوم 16 نوفمبر اللي جاي في تونس في اخر مباراه ليه في التصفيات المؤهله لامم افريقيا اللي حسمها منتخبنا بالتأهل مع تونس، او مباراة الامارات هيلعبها مباراة ودية مع الامارات يوم 20 ان شاء الله نوفمبر القادم. فجنش هياخد فرصة في احدى المباراتين ان شاء الله. هروح لاخبار اتحاد الكرة. اخبار اتحاد الكرة، اتحاد الكرة قرر ان هو يأجل العمومية الطارئة لتعديل اللائحة بعد رفض الاندية الغاء بند الثمان سنين. زي انتم عارفين كان في جمعية عمومية ان شاء الله طارئة يوم 30/31 قالوا ان احنا هنشوف هنحاول نعرض على الاندية تعديل اللائحة بخصوص بند الثمان سنين، لكن الاندية رفضت فخلاص اجلوا الموضوع ده. وهيبقى الموضوع مجرد بس ان الجمعية العمومية هيبقى هتشهد الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة اللي هي في مقعدين شاغرين بعد طبعا استقالة حازم وسحر الهواري. برضه في وسطاء كده نجحوا في حاله من الصلح، حصل كده صلح ما بين الكابتن احمد شوبير المرشح المحتمل لاتحاد الكره والكابتن مجدي عبد الغني. انتوا عارفين كان في خلاف ما بين الكابتن احمد شوبير والكابتن مجدي عبد الغني، لكن خلاص الوسطاء كده نجحوا ان هم يجمعوا الثنائي في على العشاء وبدا الصلح بالنسبه للكابتن مجدي والكابتن احمد شوبير. وزي ما انتوا عارفين برضه عايز اقول لكم ان الانتخابات التكميليه بتنافس عليها خمس مرشحين، اثنين منهم على مقعد الرجل احمد شوبير نجم الاهلي وعاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حماده، وبرضه بيتنافس على مقعد المراه دينا الرفاعي وشيماء منصور وصفيه عبد الدايم. هيختار واحد من هنا واحد من هنا. في حاله ده خبر بقى معانا برضه، في حاله نجاح الكابتن احمد شوبير في الانتخابات التكميليه هيتم اختياره كنائب. ده على فكره معظم اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم استقروا، في حالة نجاح الكابتن أحمد شوبير في الانتخابات القادمة هيتم اختياره نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
من اتحاد الكره نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي اول خبر كده، بسم الله الرحمن الرحيم، النادي الاهلي استقر على عرض مؤمن زكريا للبيع في يناير. شايفين في مواطله شويه مؤمن زكريا. على فكره كل الاخبار اللي تمت داولها في الفتره الاخيره ان مؤمن زكريا وقع على عقد تجديد للنادي الاهلي، والاعلان هيكون بعد مباراه الوصل او بعد مباراه الترجي. كل الكلام ده عار تمام من الصحه، ولكن النادي الاهلي خد قرار بعرض مؤمن زكريا للبيع في شهر يناير اللي جاي لاعلى سعر. كمان الاهلي رفض البقاء في الاسكندريه عقب مواجهه الوصل الاماراتي بكره، وده بسبب ايه؟ بسبب النادي الاهلي ممكن هو في تفكير لفتح مدرجات التتش لجماهير النادي الاهلي عشان خاطر يعني بيكون في دفعه معنويه قويه للاعبين قبل مواجهه الترجي التونسي في برج العرب. فالنادي الاهلي هيطلع من اسكندريه بعد مواجهه الوصل الاماراتي ان شاء الله بكره، وهيرجع على القاهره يتدرب ويبدا بقى في تدريباته واستعداداته القويه جدا لمواجهه الترجي التونسي في طبعا ذهاب دور النهائي لدوري ابطال افريقيا. كمان كارتيرون رفض الهجوم ضد محمد الشناوي، دعم محمد الشناوي بعد اخطائه في مباراه وفاق ستيف، وقال ان محمد الشناوي من الحراس المميزين جدا واعتبر افضل حارس مرمى في مصر ولازم من دعمه، ورفض اي هجوم على محمد الشناوي. عقد جلسه مع الحارس عشان خاطر يبدا ان هو ياهله نفسيا قبل مواجهه الترجي التونسي، وبنسبه كبيره غالبا بكره ممكن الاعتماد هيكون على شريف اكرامي امام الوصل الاماراتي. كمان النادي الاهلي بدا كمان يجهز في اسلام محارب لمباراه الترجي التونسي. في برضه خبر مهم جدا للنادي الاهلي عايز اقوله، وهو الاهلي يعني لم يفاوض العين الاماراتي لضم حسين الشحات، وحسين الشحات ذات نفسه نفى جمله وتفصيلا اي مفاوضات مع النادي الاهلي تجاه العين، وقال لا انا يعني انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، انا كلاعب كرة مستمر مع النادي الاهلي. فكل التكهنات اللي طلعت بشان حسين الشحات اللي هو هينتقل للنادي الاهلي في يناير مقابل مبلغ مالي 2 مليون دولار واثنين لاعبين، كل الكلام ده عار تمام من الصحه. وانا معايا على التليفون دلوقتي زميلي الاعلامي محمد طه المنسق الاعلامي للاعب حسين الشحات. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير زميلي العزيز احمد عبد الهادي، وبرحب بيك طبعا، وخليني قبل ما ابدا كلامي معاك ابارك لك مش على البرنامج لان انا بارك لك بشكل شخصي على البرنامج، لكن خليني ابارك لك على النجاح اللي عمله البرنامج في الفتره اللي فاتت وكل مجموعه العمل، ان دي حقيقه ملموسه لان انا شايف ان في مجهود بيبذل من فريق العمل بالكامل. اشكرك ربنا، حقيقه ملموسه في الشارع الرياضي. اشكرك ربنا يخليك يا محمد. قول لي بقى ايه حقيقه مفاوضات النادي الاهلي مع حسين الشحات؟ طيب خلينا الاول نبدا من الاخبار او من حيث انتهت الاخبار الاخيره لضم حسين الشحات. الفتره الاخيره طلع اخبار كثيره جدا، وفي يمكن يعني اسماء كبيره ولاعبين كبار طلعوا واتكلموا على ان حسين الشحات هينضم للاهلي في انتقالات يناير. انا بس بعتب على الزملاء اللي هم اتكلموا، ان حتى ما حدش يعني اتكلم حتى معايا او ما حدش اتصل بيا او ما حدش حتى كلم اي جهه مسؤوله في العين الاماراتي صاحب الشان الاول والاخير واللي يمتلك حق اللاعب في الفتره الحاليه عشان يتحرر الدقه من الاخبار، لان كلنا عارفين ان كل ما ينشر بخصوص اي انتقالات لاعب من النادي بتبقى تكهنات صحفيه او عباره عن مصادر. فاعتقد ان مفيش اقرب من المصدر القريب من اللاعب او النادي نفسه كمدير اعلامي او كمدير كوره او اي ما يخص النادي العين بشكل. تمام. الناس اتكلمت بان حسين هيتنقل للعين عن طريق نقل اثنين لعيبه، وحتى ذكروا اسماء اللعيبه صالح جمعه ومحمد هاني. ومحمد هاني بالظبط. اولا انا باكد لك على مسؤول الشخصيه لصالح جمعه ومحمد هاني بشكل شخصي، ما حدش في الاهلي او بره الاهلي اتكلم معاهم وقال لهم ان انتم مطلوبين في العين الاماراتي. تمام. كطلب حد. بس ده ما حصلش تماما. ثاني حاجه الاهلي ما فيش اي حد اتكلم مع حسين الشحات بشكل شخصي وقال له هل انت عندك رغبه للانضمام لنادي الاهلي او لا. كلها كانت مبنيه على تصريحات اللاعب السابقه اللي كلنا عارفينها، اللي هو ذكر فيها ان هو بيعتبر يعني محب لنادي الاهلي وبيرحب بالانضمام لنادي الاهلي في اي وقت. وكلها اتبنت على هذا الاساس. انا بس عايز اوضح نقطه يمكن في بعض الناس مش واخده بالها منها. اتفضل. حسين الشحات لما انضم من المقاصه للعين كان طالع اعاره لمده 6 شهور بنيه الشراء. بنيه ما كانش بنيه الشراء، ما كانش النادي مكتوبه في العقد. تعدلت في الفتره الاخيره بعد ما حسين ابدا بلاء حسن في الدوري الاماراتي.
وبدأ هنا يحصل تطور ان هو ممكن يضاف البند ده بحيث انه يتصعد بعد كده. كان في يعني سهولة ومرونة في التعامل بين ادارة نادي المقصة وادارة نادي العين، وتم اضافة البند وتم تفعيل بند الشراء او تم شراء حسين الشحات بمبلغ 3 مليون دولار في الموسم الحالي 2018 لمدة 3 سنوات. دي حقيقة. وبالتالي بدأ عقد حسين الشحات مع نادي العين الاماراتي بداية من الموسم الحالي اللي هو بدأ من بداية ماتش السوبر اللي كان اتلعب هنا في القاهرة. بالظبط. وبالتالي يمكن حسين الشحات واخره مباراة الامس اللي احرز فيها الهدف الثاني وكان هدف رائع طبعا، كانت بالنسبة له تعتبر المباراة رقم 8 بالظبط بداية تعقده الجديد. بدأ يرجع لمستواه شوية. نعم. بدأ يرجع مستواه شوية، كان متراجع مستواه في الماتشات اللي كده بدأ يرجع لمستواه. بالظبط. بركز على حته ان هو لسه دي المباراة الثامنة ليه في بداية الموسم، والراجل لسه عقده 3 سنوات، فبالتالي صعب جدا ان النادي يفكر في ان هو يتخلى عن اللاعب في الفترة الحالية، خصوصا ان هو لسه عقده بادئ. يعني بالظبط. في ناس متخيلة ان دي ان السنة اللي فاتت دي سنة من عقده، لا بالعكس عقده لسه بادئ ما كملش شهر يعني. بالظبط. يعني اعتقد ان نادي لسه شاري لعيب ب 3 مليون دولار صعب ان هو يفرط فيه بعد 6 شهور مثلا في يناير. دي حقيقة. بالظبط كده. تاني حاجة برضو عايز اشير اليها ان حسين شحات بالتاكيد انت عارف ان الفترة الجاية مقبل على دوري ابطال اسيا وعنده كأس العالم للأندية في الشهر القادم ان شاء الله في الامارات. فبالتالي عنده بطولات وعنده بلان محطوطة، وطبعا انت عارف دوري المحترفين في الامارات وعنده والادارة المحترفة في نادي العين تأكيد حاطة بلان وحاطة يعني خطة ماشيين عليها الفترة القادمة. ما فيش اي نية دي كلها كمان يعني دي امور يعني اللي بكلمك في دي امور عادية وواضحة جدا للجميع يعني لو الناس حتى خدت بالها منها هتلاقي نفسها ان الامور دي كلها واضحة جدا ومش هيبقى فيه اذا كل الاخبار الخاصه بانتقال حسين الشحات للنادي الاهلي في يناير دي اخبار مغلوطه وعاريه تماما من الصحه. مفيش اي حاجه خالص تخص. لكن عايز حضرتك برضه اكد لي على حاجه طه معلش. في حاله عوده حسين الشحات لمصر وجهته هتكون لمين؟ هل فعلا زي ما بنسمع ان هو لو رجع مصر الخيار الاول بالنسبه ليه او للاولويه في الاختيارات النادي الاهلي؟ خليني اقول لك ان حسين الشحات اعلن اكتر من مره وفي اكتر من مكان ان هو محب للنادي الاهلي وانه يرحب بالانضمام للنادي الاهلي. وبرضه اوضح ليك ان حسين الشحات يمكن الفتره اللي فاتت الصيف الماضي كان في عرض النادي الاهلي ولكن ما استكملش قبل قبل ما يمضي عقده مع نادي العين بعد انتهاء الاعاره. كان في كلام على فكره مع نادي الاهلي وانتظر ان حد يكلمه وما كملش. يعني كان مرحب بالانتقال للنادي الاهلي كان مرحب بالانتقال للاهلي اكثر من مره، يعني على فكره دي تعتبر المره الرابعه. مرتين في فتره ولايه الكابتن حسام البدري ودي ما كملتش بناء على عدم رغبه الكابتن حسام بضمه لما كان في المقصه، ومره الثانيه قبل ما ينتقل للعين، مره ثالثه قبل ما ينتقل للعين، وكان قبل انتقاله ب 24 ساعه وكان منتظر انتقاله او اي عقد. يعني هو كان انتظر لاخر لحظه قبل تجديد تعاقده مع العين او قبل التوقيع على عقد جديد مع نادي العين الاماراتي لعرض النادي الاهلي، لكن ده ما حصلش. بالظبط. وحسين اتكلم في يومها حتى بعتوا له طياره خاصه لان كان القيد هيقفل في الامارات يوم الاثنين الساعه 3 العصر. حسين سافر يوم الاثنين الصبح لانه فتره الانتظار هي اللي اخرته، وبالتالي اضطر ان هم يبعتوا له طياره خاصه عشان يلحقوا القيد في نفس الوقت، حتى وصل قبل القيد بيقفل ب 10 دقايق. تمام. برضه كان عشان سببها نادي الاهلي. تمام. لكن حته ان هو لما يجي مصر هل هو عنده رغبه في انه ينتقد النادي الاهلي؟ لا، لو كان الاهلي خيار من ضمن الخيارات الموجوده ايا كان بقيه الخيارات فانا بقول لك ان حسين هيكون الخيار الاول هو الاهلي بدون تفكير او بدون نظر حتى لاي عروض اخرى، مع احترام لكل الانديه المصريه. تمام، يبقى انت كده حضرتك قطعت الجدل فيها هذا الموضوع تماما. بشكرك طبعا زميلي العزيز الاعلامي محمد طه المنسق الاعلامي للاعب حسين الشحات، واللي اوضح الحقيقه تماما في مفاوضات النادي الاهلي مع العين الاماراتي لضم حسين الشحات في يناير المقبل، وقال كده صراحه لا مفاوضات مع العين الاماراتي ومن الصعب العين الاماراتي يفرط في حسين الشحات في هذا التوقيت، خصوصا ان هو لسه ماضي عقد جديد من اول الموسم، فاستحاله جدا بعد ما طبعا يعني الاماراتي دفعت لمصر المقاصه 3 مليون دولار ان هو هيفرط في حسين الشحات في يناير، على ما اعتقد يعني المفروض اللاعب ياخد فرصته على الاقل موسم. يعني حتى في ناس يقول لك ايه اصل حسين برده مستواه قل شويه. لا، ما انت مش هنحكم عليه من 6 شهور،
ولا نقدر نحكم عليه من تمام مباراة من بداية الموسم. أكيد طبعا إدارة العين هتصبر على حسين لآخر الموسم تقيم المستوى، بعد كده ممكن تشوف بقى هل من الممكن إن هي ممكن تفرط في حسين الشحات ولا لا. طيب أنا حابب بس إن أنا قبل ما أدخل على بقية الأخبار وأستكمل معاكم في كرة على الهادي إن إحنا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع إن شاء الله نتواصل معاكم ونكمل بقية أخبارنا في كرة على الهادي. رجع معاكم مرة تانية في الجزء الأخير من كورة على الهادي، وأنتم عارفين النهاردة الساعة 8 إن شاء الله هيكون في مباراة مهمة جدا في الدور 16 البطولة العربية ما بين الاتحاد السكندري ونادي الزمالك. طبعا مباراة مهمة جدا هتعتبر بقى ديربي مصري، وللأسف أنا كنت أتمنى إن القرعة ما توقعش أي أندية مصرية مع بعض عشان يكون فرصتنا أكتر في تواجد الأندية المصرية في الدور الثمانية إن شاء الله، لكن بقى قدر الله ما شاء فعل نادي الاتحاد مع نادي الزمالك. مباراة هتكون صعبة بكل تأكيد، نادي الاتحاد بقى ليه طبعا شكل مميز جدا مع الكابتن حلمي طولان، نادي الزمالك بيسعى للفوز بالبطوله العربيه. المباراه هتكون عصيبه جدا جدا جدا. انا معايا على التليفون الكابتن يوسف حمدي نجم الزمالك والاتحاد السابق. مساء الخير يا كابتن يوسف. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك يا حبيبي. تحياتي يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك. شايف ازاي مباراه الاتحاد والزمالك النهارده ان شاء الله؟ يعني طبعا زي ما حضرتك قلت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، احنا كنا نتمنى طبعا الاربع فرق المصريه تواجه فرق من بره مصر اكيد على اساس الاستمراريه كمان الفرق المصريه تكون افضل كده. انت ممكن في الدور الدور 16 تبقي فريق من الفرق المصريه. دي حقيقه. طبعا يمكن احنا هنتكلم في نقط فنيه شويه بالنسبه للنادي الاتحادي. في الفتره الاخيره نادي الاتحاد ماشي بشكل كويس، اخر مباراتين كان كسب النادي الاهلي وكسب الترجي، نفس الشكل بالنسبه للزمالك فوز على المقاولين ومباراه السوبر طبعا رفعت من معنوياتهم جدا، والمكسب الاخير على المقاولين في على المقاولين في الدوري، والمكسب الاخير في كاس مصر على انتاج الحد. بالظبط. كل دي طبعا عوامل مهمه جدا بالنسبه للفريقين ان هم الاثنين بيعيشوا دلوقتي نشوه انتصارات عاليه جدا سواء مع الكابتن حلمي او مصطفى. طيب شايف يعني مين الاقرب، مين حظه اقرب في الفوز النهارده يا كابتن يوسف؟ يعني يمكن طبعا هم الفريقين الحظوظ ممكن نقول متساويه، خاصه ان زي ما بقول لحضرتك يمكن النهارده انا شايف اهم نقطه واهم عامل فني بالنسبه للفريقين الرباعي الامامي بالنسبه لخط الزمالك او خط نادي الاتحاد. بالنسبه لخالد عمر او كتية او بلاهيني او نور السيد من تحتهم، قدامهم بره وداوده، قدامهم من الناحيه الثانيه موجود ابراهيم حسن، موجود كهربا، موجود كاسونجو، محمد ابراهيم لو لعب النهارده او ايمن حكني على حساب يوسف اوباما. هي كفه متساويه، اللي هيرجح ان كفه النهارده على الناحيه الثانيه حاله الرباعي الامامي بالنسبه للفريق هنا وبالنسبه للفريق. خاصه ان خط الظهر طبعا انت عارف نادي الاتحاد فيه بعض المشاكل، نادي الزمالك يمكن ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره، كميه الاهداف قليله جدا. نص الملعب لو اتكلمنا عليه هتلاقي برضه بالنسبه لنور السيد واذا كان موجود في فريق طارق حامد نفس الامور بالنسبه لهم متساويه بالنسبه لنص الملعب. طيب كابتن يوسف خلينا نتكلم كده ان الزمالك كان رافض مشاركه لاعبين معارين في هذه المباراه، شايف في حاله مشاركتهم ده ياثر على مستواهم بعض الشيء؟ يعني بص هو هي انت بتتكلم في نقطه مهمه. كابتن يوسف تقريبا كابتن يوسف على الطريق والشبكه طبعا صعبه جدا، فتقريبا الخط قطع مع الكابتن يوسف حمدي. الف شكر ليه طبعا، كل الشكر والتقدير ليه. هو تقريبا جاي من اسكندريه للقاهره وهيكون ضيف الاستاذه ابو المعاطي زكي النهارده في برنامجه ان شاء الله. زي ما قلت لكم المباراه هتكون صعبه على الطرفين، نادي الزمالك طبعا كان مصمم ورافض مشاركه احمد داوودة ورزاق سيسيه مع نادي الاتحاد السكندري في هذه المباراه، خصوصا ان هم لاعبين معارين من نادي الزمالك، وفي كان في اتفاق كده بين رؤساء ناديين ان ما ينفعش ان اللعيبه المعاره من نادي الزمالك تلعب مع نادي الاتحاد السكندري في طبعا بطوله الدوري او البطولات المحليه، لكن دي بطوله يعني بطوله عربيه يعني كاس زايد الانديه الابطال، دي البطوله العربيه. واعتقد ان الاتحاد العربي انصف نادي الاتحاد السكندري وقال ان من حق الاتحاد السكندري طبعا ليه حق في مشاركه رزاق سيسيه واحمد داوودة. كل التوفيق لنادي الاتحاد او نادي الزمالك، وان شاء الله كده يعني نشوف مباراة تليق بحجم الفريقين، تليق بحجم الفريقين، وان شاء الله اللي يلعب احسن هو اللي يكون الفوز حليف ليه. عايز برضو اروح لنقطة يعني
كابتن محمد الطويل. السلام عليكم كابتن محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. معانا الاستاذ محمد طويله رئيس نادي النجوم. طبعا يعني البقاء لله في وفاه الكابتن سعيد، يعني مش عارفين نقول لحضرتك ايه. البقاء لله والدوام لله. ان الله لا راجعون. يعني كنا عايزين نعرف يعني ايه اللي حصل بالظبط يا استاذ محمد؟ لا هو يعني قضاء الله وقدره نافذ اليوم بالنسبه للكابتن سعيد فتحي. راجل كنا لسه بنحتفل بعيد ميلاده اول امبارح في معسكر للفريق، ربنا يرحمه. النهارده بعد التدريب مروح ف وقف ركن عربيه عشان بنزين خلص. فنزل واحد صاحبه جاب له البنزين. فالمفروض رايح يقابله من الناحيه الثانيه في الجزيره. فعربيه طلعت فوق الجزيره ويعني وصدمته وتوفى في الحال. يعني ربنا يرحمه. بس عايزين نعرف بقى دور نادي النجوم مع طبعا الكابتن سعيد فتحي مدير اداري الفريق، هيكون ايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لا طبعا سعيد، اولا سعيد من الشخصيات الله يرحمه اللي هي المحبوبه جدا، وعمل في انديه كثيره جدا من الاهلي والجونه وانبي والنجوم والوسط الرياضي كله يعرفه ويقدره. واحنا كنادي طبعا مؤكد ان احنا كلنا موقف جيد مع اسرته. والنهارده احنا لغايه دلوقتي لسه ما اتدفنش، يعني احنا مستنيين اذن النيابه. وبعد كده هو ان شاء الله يعني مجلس اداره الاجتماع اكيد، ويعني ما فيش حاجه في الدنيا بتعوض الانسان بالذات لما يكون مخلص في عمله زي سعيد فتحي. فنتمنى يا رب الرحمه ليه ولاسرته خالص العزاء وكل محبيه، وان الله وان اليه راجعون. ان الله وان اليه راجعون. والبقاء لله استاذ محمد طويله، وانا عارف اكيد ان هيكون لك دور كبير جدا تجاه اسره الكابتن سعيد فتحي مدير اداري الفريق واللي توفى النهارده في حادث سير. البقاء لله استاذ محمد الطويله. يعني خبر كده من الاخبار المحزنه شويه، كابتن سعيد فتحي مدير اداري فريق نجوم المستقبل، يعني مجرد بس ان هو يعني كان في اكتوبر كده في النادي، في مقر النادي في اكتوبر بيعدي الطريق، يعني صدمته كده عربيه في حادث سير. يعني حاجه أليمه جدا وحاجه مفجعه وحاجه محزنه. طبعا ربنا يرحمه يا رب، يتولى اسرته كده بالصبر والسلوان. وانا عارف اكيد ان الاستاذ محمد الطويل هيكون له دور كبير جدا، دور كبير جدا مع اسرته. طبعا مفيش اي حاجه تعوض رحيل كابتن سعيد فتحي، لكن اكيد طبعا يعني فريق النجوم مش هينسى طبعا الكابتن سعيد فتحي او اسره الكابتن سعيد فتحي. دي من الاخبار طبعا المحزنه. في برضه كان خبر كده، كان في خبر كده في نادي الزمالك. النادي الزمالك تعاقد مع شركة بوما. طيب احنا تواصلنا، يعني فريق كرة على الهادي تواصل مع المدير التنفيذي لشركة بوما وقال ان هو مش عقد رعاية، ولكن هو عقد توريد. يعني بوما مش هترعى قميص نادي الزمالك، يعني امبرو مثلا انجليزية هترعى قميص النادي الاهلي، لكن بوما مش هترعى قميص نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك هو اللي طلب من شركة بوما بتصميم تيشيرت او قميص نادي الزمالك لمدة 6 شهور بمقابل مادي. يعني نادي الزمالك هو اللي يدفع القيمة المادية الخاصة بتصميم وانتاج القميص او التيشيرت الخاص بفريق كرة القدم اللي هيكون عليه علامة بوما. فده اسمه عقد توريد، وفي فرق ما بين عقد توريد وعقد رعاية عشان بس ما نختلفش الامر. النادي الاهلي كان عقد رعاية انما نادي مع شركه امبرو، انما نادي الزمالك ده عقد توريد مع شركه بوما لمده 6 شهور شركه بوما حاضر زويد. فزويد طبعا بيكلمني ويقول لي بقى الوقت وكده. هقول بس خبر صغير خالص او اخر حاجه بس هختم بيها الموضوع. هتكلم عن صالح جمعه. صالح جمعه دلوقتي هو في خطر. صالح جمعه يعني بيمارس هوايته في عدم الالتزام،
وللاسف الشديد اي لاعب غير ملتزم مش هيكون ليه مكان داخل النادي الاهلي، وكل اللاعبين الغير ملتزمين يعني كلنا عرفنا طريقهم كان فين، واللاعبين الملتزمين برضو كلنا عرفنا طريقهم برضو فين. فانا رسالتي لصالح جمعه الالتزام الفتره اللي جايه، التزام الفترة اللي جاية، لأن ده هو الشرط الأساسي اللي وضعه الجهاز الفني للنادي الأهلي لقيد صالح جمعة في قائمة الفريق في يناير. أنا عارف إن الأهلي في شد الحاجة لصالح جمعة، ولكن الموضوع مش مستوى فني. النادي الأهلي أوكي مستوى فني، ولكن لازم يضاف إليه التزام داخل وخارج الملعب. كل ما كان يحدث من صالح جمعة في الفترة الأخيرة نتمنى إن هو يتلاشى. نتمنى ان صالح جمعه يراجع نفسه ويبدا في حاله جديده من الالتزام عشان خاطر يكون قدير وجدير بالقيد في قائمه النادي الاهلي في يناير. دي بس رسالتي لصالح جمعه. عشان كده انا بقولت لكم خلاص ده قرار في النادي الاهلي، عدم التزام صالح جمعه يعني يا صالح انت مالكش مكان في النادي الاهلي، دور على نادي تاني في يناير. عموما دي كانت حلقتنا في كوره على الهادي. في نهايه الحلقه احب اشكر طبعا مخرجنا الاستاذ وليد امام، بروديوسر رضوى الجبري، وفي الاعداد نسمة عمار طبعا اللي بتعمل شغل كبير جدا وبتجيب لنا اخبار جميله جدا في الحلقه، ومحمود عبد العزيز ونانسي بدوي وكمان ايه اشرف. طبعا كل الشكر والتقدير لفريق العمل، واحب كمان اشكر طبعا وكاله اركان للاعلان والمهندس احمد عامر وكل القائمين على برنامج كوره على الهادي. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.